بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحطة الثالثة مع هذا الوباء الهائج المائج سريع الانتشار في هذا العالم هي محطة الأخذ بالأسباب. ولا شك أن هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا شك أنه أمرنا بإعداد العدة، وأمرنا بالأخذ والأسباب وأمرنا بالأخذ بالأسباب في الميادين كافة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن وسائل القوة إعداد القوة التي تؤهل هذه الأمة للوقوف أمام الأوبئة. هذه قوة ينبغي أن تكون في الحسبان من أجل المحافظة على الأمن الصحي، لأن المحافظة على النفس الإنسانية كما قلت هي من الكليات الخمس، من الضروريات الخمس الكبرى ومن المقاصد الكبرى لهذه الشريعة الربانية التي أكرمت الإنسان وأحطته بالعناية من الجوانب كافة. ومن هنا نقول: الإسلام يأمرنا أن نأخذ بالأسباب في مواجهة هذا الوباء الكاسح الهائج المائج الواسع بالانتشار الواسع الانتشار. ومن أسباب القوة إعداد الأدوية، الدواء الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان في هذه الحياة، ولا سيما هذه الأمة، لأن الأخذ به واجب شرعي، ولأن الوصول إليه أمر نبوي. تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ومن هنا كان للمسلمين قصب السبق، وكانت لهم قدم صدق في مجال الطب من أجل الحفظ على الأمن الصحي، فقد راد المسلمون آفاق الدنيا وكانوا أساتذة الطب، وعاشت أوروبا والعالم على موائد طبهم على موائد علمهم. إن تأخر الأمة في هذا الجانب مظهر من مظاهر ضعفها، ومظهر من مظاهر مخالفتها للأوامر الإلهية وللتوجيهات الربانية وللإرشادات النبوية. ولهذا نقول: التداوي أمر واجب مهم، فينبغي للأمة أن تأخذ بأسبابه تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى ما وسعها ذلك.